إديتو مايا. فصل المقال في العزل وما أثير حوله من قيل وقت. في غرة جوان أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوم يسند له صلاحية عزل القضاة، وفي نفس اليوم خرج بنفس الطريقة قائمة متاع 57 قاضي وقاضية قرر عزلهم. ولم يتضمن المرسوم أسباب العزل، فإن هذه الأسباب وردت مفصلة في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل والذي سبق إصدار المراسيم واللي سمعنا فيه إنه كنجي لخصو بلغ السيل الزبان. اش قال فيه؟ قال رغم التنبيه القضاء ما حبش يصلح روحه بروحه، رغم الملفات الواضحه اللي عنده في شان قضاة يتستروا عليهم من باب القطاعيه، وهذا من عندي انا من باب القطاعيه وما بردوا بالنا، راهو كانت تطيح القطعه الاولى نتاع الديمين تطيح البنيه الكل، ولو كانت القطعه الاولى نيه هذيه في الديمين وقضاة شهدوا على بعضهم علنا بالفساد والارهاب بخلاف تقرير التفقديه الواضح فيهم. التهم اللي تلاها الرئيس في لقائه بالوزيرة وزيرة العدل هي تهم متعددة: الفساد المالي، الضلوع في الإرهاب، التلاعب بالملفات، خرق واجب الاستقلالية والحياد والقضايا الأخلاقية. منذ صدور المرسوم تاع العزل صارت اون لوفي دو بوكليي من قبل معارضين منظومة 25 جويلية. المعارضين هذوما ماهمش مجانسين فيهم خوينجية وكرامة اللي سكتوا على العزل اللي عملوا البحيري للقضاة، ومش سكتوا برك بل حياة وهدى الزولو، وفيهم تحية اللي ثمنوا ممارسات الطيب راشد متاع النقد دون إحالة وحطوا اليد في اليد مع خونجية البحيري وثمنوا ما أراده الشاهد من خرق فاضح للقوانين. وهذه عموما الناس خايفة من تحقات التديمين الأولانية خاطر اللي مشطح فيهم هز كمامه في الفساد. في المجموعة الليتيروجين هذه نلقاو زادة يساريين وغيرهم، في الحقيقة كلها تتموقع في إطار نوع من المذأبة الموعودة. الكلمة الفصل في الهجمة ضد مراسيم العزل كانت في فترة أولى أن العزل من قبل السلطة التنفيذية هو ديكتاتورية. لغمو هذا ما اختفش خاطر 90% من المناهضين اللي نشوف فيهم اليوم لقرار سعيد بعزل هما يا إما من هكا اللي حرضوا على عزل القضاة وقت البحيري، ولا سكتوا على ذلك القرار، ولا حطوا يديهم على النهضة اللي مارست مثل تلك الديكتاتورية. إذن لازم نلقاو حاجة تبيع ما أكثر: المرأة وجسدها والحياة الخاصة وانتهاكها. سي ان سوجي فوندور يبيع مع الحادثين، ولكن الملاحظ زاد المرة هذه اللي حتى الخوينجية وجماعة من الحادثين اللي برعوا في سب النساء اللي ما همش فرد خط معهم سياسيا وانتهاك شرفهم وأعراضهم علانية التحقوا زادة بالأرغيمون هذايا المرة هذه ولا يعجبهم. قالك مش معقول رئيس الجمهورية يحكي على قضايا أخلاقية في حق قضية ولو كان ذلك مع عدم ذكر الأسماء. وهذايا تلبيس في الحقيقة. علاش تلبيس؟ على خاطر كيف ما أنه الرشوة وعدم الحياد والتلاعب هي من المسقطات النهائية في المهنة القضائية، فإنه الجرائم المخلة بالشرف كذلك، وهذا حسب القانون الأساسي للقضاة في تونس وفي بلدان الدنيا الكل. راهو ما تنجمش تنتصب للقضاء بين الناس وانت مرتكب لجرائم يحاسب عليها القانون اللي انت قاعد تحكم به بين الناس. القاضي يجب أن لا يكون مقدوحا في شرفه، وها وشنو يقول القانون الأساسي للقضاة نتاع 67 المنقح في 2005 في فصله 24، النص هذا تلقاه منشور: على القاضي أن يتجنب كل عمل أو سلوك من شأنه ألمس من شرف المهنة. ويعني تو الناس هذوما اللي عملت هالمشكلة هذه حول القاضية، علاش ما عملتوش زيتا زيدا على حكاية التحرش اللي سردها الرئيس في حق قاضي؟ ماكم تحبوا ميتو عاد؟ يعني انه في الحاله العاديه مش التاديب هو اللي يتكلف بهالملفات من القضايا الاخلاقيه للفساد لغيره مما يمس من شرف المهنه، والعقوبات في النص هذه موجوده اللي حكيت لكم عليها، هذا قانون 67 منقح في 2005، العقوبات تمشي من التوبيخ للعزل. ويقول فصل 63 من نفس القانون: اللي كل افعال منسوبه للقاضي تشكل جنحه مخله بالشرف او جنايه فيتم ايقاف القاضي عن العمل ويمشي الملف للنيابه العموميه، والقرارات هذه تنفذ بقطع النظر عن التعني فيها. معناها كل أمور جات ماشية بصفة عادية في القضاء، راهو القضاء عمل تقريبا نفس البروسيدور اللي عملها الرئيس، وإلا زادا كان القضاء ينجم يعمل مخير كان جاء محافظا على صورة القضاء وسمعته. راهو صار كما كنا نعرفه في وقت بورقيبة وبن علي، القاضي اللي كان يوحل وحلة كبيرة كيف اللي يحكي عليها الرئيس يناديوه ويقولوا له هاو دو سيك سيدي خويا واستقيل من غادي الغادي، لا شفنا لا شفناك. إيه كيف القضاء ما عملش هذايا الكل، شنو كان الحل يا أحباب الديمقراطية؟ عندك قضاء ملغى بالإرهاب والفساد والقضايا الأخلاقية وهذا كله مخالف للقانون الأساسي للقضاة، وحتى معناها للفكرة العامة اللي الناس عندهم على القضاء، حتى كان تقول القانون الأساسي هذا يا سيدي ما حشتنيش به. التفقدية مطفي الضوء، المجلس مطفي الضوء، الدوسيات هذه اللي تؤذن بسقوط الدولة واللي سودت صورة القضاء تتحط في القجارات، الإعلام يتكلم، الشعب يتكلم، القضاء ولا مسخرة، الناس وليت فادة من حكاية رئيس الدولة اللي كل يوم تقريبا يعمل جلسة علنية ويقول راهو هكا مش ممكن نواصل. اي كيفاش كل الحل ممكن؟
هاو القضاة هذو ما بش يتعديوا للقضاء مباشرة مع عزلهم وكان طلعوا براءة فيطعنوا يرجعوا. قال لك لا، إيه يعطيونا شنو كل الحل، نقعدوا مع قضاء معبي بالإرهاب والفساد والنوح وكل يوم على ساعدنا ونقولوه شوفوا القضاء كيفاش، شوفوا القضاء كيفاش، كيف الطرق القانونية مبلوكين هالناس اللي بيدها تطبيق القانون وهما القضاة، شنو نعملوا يعني؟ نقعدوا نستناو رحمة ربي؟ هي عاد كيف جيتنا رحمة البشر باش نفقوا دميلا نقولوا لا احنا نحبوا رحمة ربي تجي، فهمونا اش تحبوا سوف كان تعملوا في السياسة وبرا، ووقتها الله لا يعينكم.